وقد تكون التاء هنا تاء المخاطب للجميع، فكأن السورة تتحدث مع كل شخص. أنت ممكن تتساءل شو حال الذي يكذب بالدين، فيجيبك الله عز وجل أرأيت الذي يكذب بالدين، فكأن الله عز وجل يكلمك. هذا في معنى جميل. حسن البصري قال إذا أردت أن أكلم الله ذهبت إلى الصلاة، وإذا أردت أن يكلمني الله قرأت القرآن. لأنه شو القرآن فيه؟ يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، أرأيت الذي يكذب بالدين، قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد. فكلها خطاب من الله عز وجل لعباده، وهذه من أعظم نعم النعم علينا. أحد الأعراب مر عليه رجل مسلم، والمسلم كعب بكرة قرآن، فكل شو كعب بتقول هذا ليس بالشعر العرب. فاستغرب فقال هذا كلام الله. فتعجب الأعرابي، أول الله كلام إلى خلقه؟ شعر بالمعنى، شعر بأنه أنت إنسان عايش في كون وسيع جدا، أنت غير مرئي في الكون من شدة صغرك، ومع ذلك الله عز وجل خالق هذا الكون الوسيع يتحدث إليك وينزل إليك كلامه. ما هذه النعمة العظيمة والتي نحن أيضا متغافلون عنها. نحن مقبلون على رمضان، ورمضان هو شهر القرآن، فالذي أراد الذي يريد أن يكون منزلته عالي جدا ويكون فاهم معنى كلام الله يجب أن يعتكف على القرآن ويتدبره، مش فقط عد حسنات، لا، عد حسنات وتدبر، تدبر القرآن.